أحمد يوسف حسين والله يقان أحمد حقوق ورجع عدا حقوق الإنسان كإن بدن كل حشري إسلام مركزينا قدومي هري قد جح حقوق الإنسان كقرن كسومالي لان إن دة حبسية دة كشري الله حداي مظاهرات كي كوبي طبعا كي بشاني أغسطس كده عاي مقالون كتير سن سومالي لان أي شلا يقار لسيد أي عصا عتك وكلا حدا إن كوح حقوق ده دمه إلا هدا وحي ودان ده لا يدون يان إن دة كإن تهدي لجسيد أيو إن ده الكاسة الكويدين مري أحمدو. هرتا الأرنتي لعضي كوبي طبعا كي أغسطس مظاهرات كي سلمي جاها دة كي لجوح الحلي يدد كي كل لا وعمي يدد كي كل انتي كي كل انتي وحالة إلهي هون الحريستو كو لا وعي إلا يحد اللخاتي سيالن وحالة إلهي هاو عافية انتا مركا لقي ما دهورت المدهرات لو صوبحو وحافة صحية قضب قصدون يالباد فرقد دي سالباد الدستور كتمهوري دي سومالا باوحي فصعسا إنو قف والبقو موادن الرير سومالي وكا قيب قلو وأبابلو والله صعدة مظاهرات سلمية. هرت مركا حقا وحن قعدين يا مظاهرات كونوا لندم بهاي قفكم أنكم متيسن كرين حرق يدل يعقاب كرتور قفكم متيسن كرين. مظاهرات كليب ككين يوحوي مظاهرات كربشلها وتاء وحلقو تجميلي وحلقو بربريني كايا الله أقولين لكن مظاهرات كي كوب يا طبعا كي أغسط العي ميل بربرينا ما نمقل وحلا باوينا ما نمقل لكن وحال مقل يدل الدلي يدل الله وعي يدل حلحل انت بوان مقل عد الله لعد يكشق يسي سيدين تي صدحي اللواتن كي حبلود إيه لغا سيدا يي حبسيغا دمر كي قبيلي آدياد بانو مهد عليليا عد الله لعد يكاق بشين وانو مهد عليليا لحي اللواتن كي لغا سيدا يي من ليرا يكنا وانو مهد عليليا وحاس مهم أهو اللي اسدل تاغم مدن داس كان انتا لحيدو ميه عضياشو تغيان او عصانين اللو سود داي او هدن اللو سود دين ايا او ارن كيبو او نقول ايا ارن او دحي بليسكي يا دولد دي ايا عقاشي يا سلاب دين تي ميسا بروسيتر كي دولد اها قفك وحا واناكسان مركا لحيدين انا ودا شرعيو لما يسترن الله صامرا مركا لسيد دان ايا ودا شرعيو لما يسترن الله مرا مركا انا قرون تي طلابة دي لقاضي وحي إلا موقاتي طلابة واناكسان داس كان يعني لو إرقود او حبله عوري اها يوي كل بناي الماشا قار كمي دوي عباني يلي إلا سيد داي آد يا آد بان اسو دويني عد الله لعد يكا غيب قادة سلي وانو دعيني كلمة داسان راعيني لكن وحال مرول بإذن الحصوصية إن الحسد مدن تهي قفك مركا لقبانا يعني إن شرع اللقو قبطان مدن مركا لسيدان إن شرع اللقو سيدان يا مدن وإن النقونين قفك إن أذيق صوحي لأذيق سيدان قضبك للديني واتا وحال ماشي للدونية إن يعني استعمالك شرع يقول إنه أكتف نقضه تاس إياه مهمة مركا رنتي داتك اللي بانا وحا كنترو للسلطانة ونين مهمة ونين مذكرة سلطان عبد الجودة سجن أولي واحد يعني محكمة الجيران ما نمقل سجن وحنا ندون إلا إن السيد الحرية دي سلوس علي ينت كلا حلم بق كوا بك كوا حلم بشر كوا إن سلوس ده الحرية ده ويا بروسيس عدالة ده أو محكمة ده أو كل عي أو عقاب سود الجرالية مشرته مركا يكنا وحنا رشيني إن السيد أيو عد الله لعدي كشقي سنة ونمهد علينا عدي أقبل شل ونمهد علينا صرين تشل عجلة سجارة يلو تحجل لنا الواحد شري مال مهي جدا بيئي أدودين كوحين حقوق الإنسان كا ودون إنسان إن ضد ينائن ولي أن لسيد إنن هو شو ده قل إنسان إن أرين تاس حاجة كده بيس مشكلة دي وحوى يهرت يعني يقولوا يمكن دفاع ياش حقوق ده هذا مو ما بقالهم بده ولدنا صلاة وحسيد دين إنسان وحلا يصاب لكن هذا الله أي أمريان دسك أي أسرة جلسة إن كل ماذا كقيم قطان وأنا لو مريء وحن رجينا بإذن الله تعالى إن أنت اللي بل السيد أيه أو صار أنت شرق الله إلى الله حد الله إدمه. ما كل جرى يبقى السلطان كمتشر عند دسك لا إياه جناء سئو نقول له شيء مظاهرات كي دلك كذا عي وحبسية ده كتير أنت دكتي. هذا وح سيدي أفرت باكو حد لما لرأ لحي لو تنبه السيد أيه. أما هكو كلام مظاهرات وأكثر فق هذا أما قال بالي أنكم مظاهرات كم كمان كلينا وأنا السوق أبت إنهاو يعني لون نسبة لنا يعني كم ذهايا مظاهرات ياشي ويكون حين صليقة من ديرنا ويكون كلام سلطان كلا لكن السوق دمالي دويت بالقبض مظاهرات كي بشقق كمان يلهيني
marka isaga waxaan hadalkiisa ku soo ururinaya suudaanka xurriyadiisa loo soo celiyo halaal la dhowro saaranta sharciga dadkaas iyagu maxay ku eedeysan yiin kale ma eed aan ilaahay ku wishay la sii daayay ayaga loo haysta wallahi markii hore isku eed bay ahaayeen oo 12kii September dadkii August dadkii la qabtay umbay kamid ahaayeen marka dawladdu iyada ayaa naga og classification maamulaha waa la classified gareeyay waxba la kala saaray marka eedo hor laho kuwii hore aanan ahayn miya loo haysta garal meel ilaa hadda taas anaga nooma cado laakiin markii hore waxay ahayd dad isku dambi ah oo meel laga wada qabtay oo waqti la wada qabtay oo lagu eedeenayo ka qaybgalka mudahalaaskaas oo sida la wada ogyahay aanan geysanin burbur hantiyadeed iyo waxyaabo kale aanan geysanin muun geysan runtii laakiin de garal meel way soo bixi doontaa